كما تتعرفوا بان المنطقه ديال ثلاثني يعقوب هي بؤر الزلزال، والبؤره اللي كانت اقرب من البؤره اللي هي جامعه يغرب 9 كيلومترات. ربما راه تتشوفوا الدمار اللي تتعيشوا المنطقه اللي تدمرت بالكامل. حنا كنا في يعني عايشين الوقائع منذ اليوم الاول، يعني من يوم السبت. في الاول كان التاخر ديال فرق الانقاذ، وكانت الساكنه هي اللي تتقوم بالعمليه ديال الاغاثه وانتشال الجثث وهذا، لانه كانت المسالك والطرق اللي كتوصل المنطقه كامله كانت مغلقه وكانت وعره. ولكن الحمد لله صراحه وبصدق هذه شهاده الدوله بالمؤسسه ديالها على راسها صاحب الجلاله نصره الله، قاموا بعمل كبير ومجهودات كبيره، يعني لا من ناحيه الاسعاف ولا من ناحيه الانقاذ ولا من ناحيه الاعانه، وحتى من ناحيه الوصول يعني للدواوير اللي منكوبه وكانت معزوله. يعني الدوله استعملت يعني وسائل جد مهمه وامكانيات كبيره. هذا ما يمكنش يخلينا لنا نفتخروا بالمغربي ديالنا ونفتخروا بالمملكه الشريفه. اليوم المنطقه تتشهد زياره ديال السيده النائبه البرلمانيه اللي لحات على انها تجي للمنطقه، ولكن طلب منا قلنا لها كانت الطريق شويه فيها المشاكل، واليوم تجي دير جوله وزياره. يعني انتم كمستشارين جماعيين هنا في المنطقه، شنو هي الخدمات اللي قدمتوا؟ كيفاش تنسيق العمليات مع المسار المختصه من اجل يعني لملمه الجراح ومن اجل يعني تخفيف على المتضررين؟ وبالنسبه للعمل على المستوى المحلي، كانت على المستوى المجلس الجماعي هناك رئيس الجماعه اللي تنسق مع السلطه المحليه وتنسق مع ممثلي الدوائر، وفي تنسيق مع يعني كاع جميع الاطراف اللي كانت حاضره في عمليه ديال الانقاذ والاسكان والاسعاف والوحدات الطبيه، كان تنسيق. وكان وانتم عارفين دابا الجغرافيا ديال الجماعه، شنو هو التصور ديالكم ديال اعاده الاعمار؟ كيفاش كتصوروا غادي يكون؟ واش في نفس الاماكن ولا التنقيل ديالهم الترحيل شنو بالضبط؟ هو بالنسبه للاعمار حنا ما يمكنناش انه هذه المنطقه هذه نجي نعاودوا نبنيوها بشي 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 فسيفساء اخر مع يعني الشكل العمراني اللي كان عندها. هذه المنطقه هذه الجماليه ديالها والجاذبيه ديالها في شكلها الجبلي والبناء الجبلي، هذا ما تيعنيش بانه ستكون المقومات والشروط ديال السلامه ومن طبيعه الحال، ولكن حنا كفاعلين مدنيين وداخل المنطقه تنطمحوا انه عمليه الاعمار تمشي على الشكل ديال الهندسه اللي كانت في المنطقه. وبالنسبه للاماكن ديال اعاده البناء، الاماكن اللي تتشكل خطر غادي يشوفوا التعوض، يعني الناس اللي فقدوا المنازل ديالهم ويتعوضوا في اماكن اخرى، حيت ما يمكنليش تعاود تردوا لذاك المكان، خصوصا المنازل اللي تيتواجدوا في الهاميش وفي الحافه وتطلع الاوديه وقريبه من سميتو، ما يمكنش. غير الملاحظه اللي كاين هو انه صراحه لانه كاين كما لاحظتوا راه كاين المنازل هنايا، هذاك المبلغ ما تيكفيش ديال 140 ألف درهم، كاين منازل هنايا سيرتو في المركز ديال ثلاثني يعقوب اللي تيتجاوز يعني السومه باش 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 تبنى تتجاوز 500 600 الف درهم. اذا هذه فرصه للدوله المغربيه انها دي تعاود اعاده تاهيل وهيكله هذه المنطقه، لانه كما تلاحظوا المؤسسات كامله ديالها راه انضطرت ودمرت، من المستوصف الصحي، الاعداديه، الثانويه، دار الامومه، المجلس الجماعي، البريد، دار الطالبه، جميع المؤسسات اللي تتقدم خدمات اجتماعيه في المنطقه راه تهدمت، وبالتالي هذه فرصه باش نعاودوا نديروا يعني بناء جديد لهذه المنطقه هذه. ومساله اخرى اللي مهمه، لانكم جيتوا شفتوا الطريق الوطنيه اللي تتربط ما بين مراكش وثلاثني يعقوب وتارودانت اللي هي رقم 7، كاين المقطع الطرق اللي تيربط ما بين ويركان وجامعه ثلاثني يعقوب راه مكرفس بزاف. هذه مناشده منا كساكنه، مناشده منا كفاعلين مدنيين، ان المؤسسات يعني المنتخبه الجهويه ولا على مستوى الحكومه انهم يشوفوا يعني برنامج استعجالي ومشروع استعجالي لاتمام الاشغال ديال التوسيع وديال التهيئه ديال الطريق، لانها تشكل خطر كبير لا على مستوى الساكنه، وتشكل خطر كبير على مستوى يعني السياح اللي تيرتادوا هذه المنطقه.